اليوم حضرت معنا التجمع أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم غرط ماي 23. ليست كالعادة اليوم نحب نتوجه لكل النقابين والنقابيات وكذلك الشغالين بالساعد والفكر في صفاقس بالتحية، تحية شكر وتقدير للطلايع اللي حضرت معنا اليوم. هؤلاء جميعا أبناء الاتحاد واللي هما فاهمين ومتأكدين أن قادم الأيام مش يكون صعيب، لأن الحوار الاجتماعي مفقود وكذلك الاستعداد من أجل الدفاع على ما طالبهم المشروع المادية منها وكذلك المعنوية. يا حكومة لفامي، يا حكومة لفامي، والاتحاد ديما قوي، الاتحاد ديما قوي، الاتحاد في الساحة، الاتحاد في الساحة، من خافوش الثكنات، من خافوش الثكنات، الاتحاد في الساحة، الاتحاد في الساحة، من خافوش الثكنات. تعرفوا معناها المقدرة الشرائية تدهورت إلى حد لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عليه. كذلك التهاب الأسعار، كذلك استهداف ممارسة الحق النقابي. وفي هذا الإطار أتوجه بالتحية والدعوة إلى العاملين بشركة تونس للطرقات تونسي أوتوروت اللي هما يخوضوا نضال من أجل حق مشروع، ولأول مرة في تونس يقع طرد بالجملة لأكثر من 200 عون صحيح متعاقدين. علاش؟ لأن مشاركوا في إضراب قانوني وشرعي. اليوم نحيي ذكرى العيد العالمي للعمال وفي شكل احتجاج على الكلام اللي قلته، احتجاج على انه العلاقه بين الاتحاد مش متفق في ذي مال المثل المنظمه، علاقه المنظمه بالسلطه التنفيذيه القائمه اليوم فعلا قلت في اسوء حالتها. اليوم هناك قطيعه تقريبا بين المكتب التنفيذي الوطني والسلطه التنفيذيه، وهذا ينعكس سلبا بالطبع على بقيه الهيكل القطاعيه على مستوى القطاعات وهيكل على مستوى الجهات في علاقتها بالسلطه الجهويه واللي في علاقتها بسلطه الاشراف على مستوى القطاعات. وقت اللي الناس عندها تراجع على المحاكم، وقت اللي الناس محطوطه في الحبس، وقت الناس موقف على العمل بتاعها لمجرد موقف، وقت الواحد يحتج على جال شهريته راهي ما تحتاجش الى بريافي دو غريف تاع 10 ايام، وقت الواحد شهريته ما تصبش فلوس صغار وبشعاي صغار ولا ينجم يحتاج. ولا تهتموا بالأبواق الداعية والمشوهة وكذلك كل من يستهدفنا. نحن هنا، نحن في الاتحاد العام للشغل، وبالتالي على أتم الاستعداد للدفاع على منظمتنا العتيدة الاتحاد العام للشغل وكذلك على شرف العمل النقابي، لأن العمل النقابي والانتساب للاتحاد العام للشغل هو إيمان وعقيدة وليس بالشعارات انه ندافعوا على الاتحاد بشهارات. دافعنا على الاتحاد في المحطات اللي خاضها الاتحاد العام للشغل في 26 جانفي في 78، ويعرفنا الخاص والعام وكذلك اعداء الاتحاد وكل من يختلف معنا
يعرفوا تاريخنا في 78 وكذلك في أزمة 85 تنصيب الشرفاء. إذن اليوم نفس الشيء لاحظنا وإن شاء الله نكونوا غالطين أن المنظومة الحاكمة هذه على ما يبدو قررت استهداف الاتحاد وتغيير قياداته الشرعية والمنتخبة. إذن تحية لكل من حضر هذا التجمع، كذلك دعوة للجميع إطاراتنا النقابية باش يكونوا يقظين وحذرين ومستعدين لما هو قادم، الدفاع على مطالبهم كما قلت المعنوية والمادية. مشكلة التضييق على التضييق على المنظمة. إذا كان ولي الأمن التركي على المنظمة، المنظمة ما تركعش مهما كان الوضع، وما عندهاش الهياكل النقابية، ما عندهاش مشكل. مرت المنظمة مرت بالأزمات، وأزمات متعدة مرت بها ومتنوعة، ومستعدة هياكل الاتحاد عليه أن تعيش أزمة. أما باش تركع لولا سبيل الله، باش المنظمة تركع وتخنع لإرادة السلطة التنفيذية كيفاش تحب تكون أو كيفاش تحب تكون. كي نقولوا منظمة مستهدفة مش نتبلوا حتى لحد. وكنقولوا ضرب الحق النقابي وانتهاك الحق النقابي، مش نتبلوا حتى لحد. هذا واقع ملموس قدامنا.